السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غادي نديرو تمارين واحد اخرين ديال هاد الدياغرام دو كارنوف. غير هاد المرة قلت لكم غادي نحاولو نخدمو دي طابل دو فيريتي فيهم 16 لين. هادو يا خوتي هاد لي طابل دو فيريتي كنا خدمناهم ياك كنا خدمناهم في الفيديو رقم 34. دابا غادي كانت عندنا ايكواسيون كما العاده كانت عندنا ايكواسيون حولناها لطابل دو فيريتي، وكان عندنا في هذا حتى هو التمرين ايكواسيون حولناها لطابل دو فيريتي. دابا الخطوه الاخرى اللي قلت لكم غادي نديرو شنو هي، هي غادي نحولوه ان شاء الله غادي نحولوه لدياغرام دو كارنوف وغادي نخرجوا ايكواسيون دو سورتي. وبالنسبه للترصاج ديال الشيما راه هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد هذا الفيديو. يلا اخوتي كما كنقول لكم ديما غادي نحاولوا نديروا بوز اوكي، وحاولوا تجاوبوا على هذا الطابل دو فيريتي، حاولوا زعما ديروه في الدياغرام دو كارنوف وتجبدوا ليكواسيون دو سورتي. هذا هو الاول وهذا هو الثاني ان شاء الله باش نميتريزيو ان شاء الله هاد لا تكنيك ديال الدياغرام دو كارنوف الا كان فيها 16 لين. نحاولوا نميتريزيوها مزيان باذن الله، ديروها في الدياغرام دو كارنوف وخرجوا ليكواسيون ديالها دو سورتي تكون مبسطه. يلا نشوفكم في الكوركسيون ان شاء الله. يلا على بركة الله نشوفو الريبونس ديالنا. هنا كما قلت لكم اول حاجة اللي كنحاول نديرو الا بينا نصوبو هاد الدياغرام دو كارنوف شنا هي، هي كنتراسيو كنشوفو بعدا زعما شحال من لين عندنا، بما انه هنايا عندنا 16 لين في الطابل دو فيريتي، دونك غادي نديرو الدياغرام دو كارنوف فيه 16 خانة فهم، وكنجيو كنعمرو هنايا هاد لي كولون، يعني هاد الكولون خاص باش، خاص بزيرو زيرو. هذا اللي حداه فيه ديال 0 1، هاد جوج الاخرين قلنا كنقلبوهم يعني كنديروا 1 1 عاد كنديروا 1 0. بالنسبه لهنايا ديال لي لين عندنا 0 0 هو الاول، عاد كنديروا 0 1 عاد هاد جوج الاخرين حتى هما كنقلبوهم يعني كنديروا 1 1 عاد كنديروا 1 0 مفهوم. بالنسبه لي فاريابل اللي عندنا هنايا شكون هما، اش كنا كنديروا؟ قلنا كنديروا لي فاريابل كنديروا كنبداو بالرقم الكبير، يعني هنا في الطابل دو فيريتي الرقم الكبير هو هذا، اشنو فيه؟ فيه أ، دونك كنبداو بأ عاد بي عاد كنديرو سي دي، دونك هنايا أ بي عاد كنديرو سي دي. تخي بيان، دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعمرو الطابل دو الطابل دو كارنوف ديريكت إن شاء الله، وغادي نديرو ديك الطريقة ديالنا باش نحاولو نسربيو، مفهوم؟ هنا إلا بديت فيريفي كيما كنقول لكم، شنو كدير؟ كتشوف هذا أ بي فيه زيرو زيرو، كتشوف هنايا في هذا، فيه أ بي فيها زيرو زيرو، سي دي فيها زيرو زيرو، سي دي فيها زيرو زيرو، التقاطع بيناتهم يعني الصورتي ديالها فيها زيرو، دونك هنايا غادي يكون زيرو. بغينا نسربيو ديريكت راه كنعمرو هاد الكولون الأول، يعني كنديرو هذا، كنعمرو هذا، هنا عاد كنجيو لهاد العمود كيكون هو الثالث، كنديرو هنا كنقلبو هاد جوج الأخيرين حيت هادو مقلوبين مفهوم، عاد كنجيو للعمود الرابع كنديرو هنا عاد كنقلبو هاد جوج أوكي، حيت كيما قلت لكم نهار الإمتحان كتكون خدام على السرعة. دونك هنا في الأول كنديرو زيرو زيرو، عاد كنديرو هادو كنقلبوهم عندنا أن، دونك بحال فيهم جوجهم أن، يعني مكاينش عندنا هنا إشكال. كنجيو لهنايا شنو عندنا؟ أن زيرو، أنا نديرو هنايا في هذا العمود الثاني 1 0 فهم. بالنسبه لهنا شتو كنلاحظوا عندنا 1 عاد 0، دونك خصنا نبداو دائما هنا من التحت كما كنقول لكم 1 عاد 0. هنايا بالنسبه للاخرين عندنا 1 1، كنلاحظوا هنا كاينين ربعه ديال لي 1 باش نسربيو، دونك هنايا بحال غادي نديرو 1 1، هنايا كنجيو كنديرو 1 1، يعني ما غاديش يتبدل. تري بيان، كنقولوا كنلاحظوا بحال هاد لي تكنيك. هنا شنو عندنا؟ عندنا 1 0 كنديرو 1 0، وهنايا عندنا 1 0 عاوتاني، غادي نبداو هاد المرة من التحت كيما قلت لكم 1 عاد نديرو هنا الفوق نديرو 0 مفهوم. هكا كنكونو عمرنا الخوت هاد الدياغرام دو كارنوف. دابا اللي غادي نديرو هو نجبدو ليكواسيون ديالنا دو سورتي. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نديرو أول
الطريقه ديالنا العاديه شنو هي؟ هي ديال دي جروب، يعني كنديروا مجموعات. هنا شنو هما المجموعات اللي كنلاحظوا ونحاولوا نديروا اقل عدد ديال المجموعات؟ كنلاحظوا هنايا كاين عندنا واحد الربعه، مزيان، يعني كاين عندنا هنا واحد الربعه، غادي نقدروا نجمعوا هاد الربعه. وكنلاحظوا السي عاوتاني عندنا هاد الربعه. ها حنا صوبنا بعدا واحد جوج جروبات مزيانين كبار. تخي بيان، لو انه كان نقدروا نديروا 8 راه نقدروا نديروا 8، ولا ما يمكنش هنايا كنلاحظوا غير 4 اللي كاينين. هنايا كان خاصنا واحد مني مفهوم اش بغيت نقول ياك، هنا كاين 4 وهنا كاين 4. دونك اش باقي عندنا؟ باقي لينا هادو وهادو، شنو نقدروا نديروا ليهم؟ ها اش كنلاحظوا عاوتاني؟ هذا ما عمل نقدروا نجمعهم هاد الجوج، اما نقدروا نديرهم بوحدهم او نديرو ديك الطريقه اللي قلت لكم بحال ديال اللعبه ديال الحنش. شنو هي؟ يعني هادي نقدروا نشدو هاد الجوج، نقدروا نشدوهم. اوكي راك قلتها لكم في الفيديو ديال الكور. اوكي طب اللي في البارت جوج ديال ديغرام دو كارنوف، يعني شنو؟ يعني كنشدو هاد الجوج كنجمعوهم مع هاد الجوج. بينو يعني هاد الجوج غادي نجمعوهم مع هاد الجوج. اما ولاو عطاونا واحد الجروب اخر فيه 4، يعني مزيانه لينا حنايا. بالنسبه لهنايا كنلاحظوا باقي لينا هاد واحد، خاصنا تا هو نديروه مع شي جروب. اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان هذا نقدر نجمع مع هذا فقط، او نديروا هذيك التكنيك، ديك التقنيه ديال اللي قلت لكم بحال ديال الحنش. اوكي ديال ديك اللعبه اللي قلت لكم كتكون في نوكيا. المهم مزيان، انا شنو قلت لكم؟ يعني غادي نديروا هاد الجوج غادي نجمعوها مع هاد جوج اخرين، بالتالي غيكون عندنا واحد جروب اخر فيه 4 ديال لي ان. دونك مزيان، انا واخا كثرت عليكم شويه ديال الرسم مي غادي يكون باين، نتمنى يكون باين. اوكي المهم غادي نحاول ندير لكم ريبونس ديال واحد بواحد، ونحاول كاع نخدموا لي كولور ان شاء الله اوكي باش يبان لكم افضل. المهم انا بغيت يبان لكم هادشي ان شاء الله. هنايا عندنا هذا الجروب الاول، اوكي غادي نديرو بعجاله هذا الجروب الثاني بهذا اللون الاخضر. اوكي غنديروا واحد اخر هنا بالاحمر، غادي نديروا هذا بالاحمر باش يبان اللي غيتجمع زعما مع هذا باين. وفي الاخير غيبقى لينا هذا نديروه بالسرق. اوكي مع هذا اللي الجوج الاخرين اللي كاينين هنا الفوق، هذا راه هنا كاين بالخضر. اوكي تخي بيان، غادي نديرو الجروب ديالنا ديال هاد الاول بالاحمر. اش كنلاحظو؟ نبداو بيه ماشي مشكل. اش كنلاحظو؟ كنلاحظو انه كاين هاد الكولون مع هاد الكولون، هاد جوج اعمده. شكون هو الرقم اللي بقى لينا؟ ما تبدلش. كنلاحظو هنا كاين زيرو زيرو وهنا ان ولا زيرو، يعني هادو اللي تبدل ديال ان ولا زيرو ما عندنا ما نديرو بيه، هذا هو اللي كيهمنا. زيرو زيرو ديال من هذا ديال بي، بما انه هنا زيرو يعني بي بار، يعني غادي تكون عندنا بي بار. بالنسبه للين يعني السطور، عندنا هذا مع هذا. اوكي شكون هو اللي بقى؟ كنلاحظوا هنا ان ان وهنا ان زيرو، هذا ما بقاش، هذو تبدلوا، يعني هذا اللي بقى. هاد ان ان ديال من ديال سي، بما انه فيه ان يعني غادي يكون سي. احنا جاوبنا على الجروب اللي بالاحمر، غنشوفوا سيدي الجروب اللي بالاسود. اوكي هذا اش كنلاحظوا في هذا اللي تاع الكولون؟ شكون هو اللي بقى؟ كنلاحظوا ان عندنا كولون واحد، يعني هادو بجوجهم بقاو، يعني بقات لينا هذه اللي فيها واحد ديال ا وهذه اللي فيها زيرو ديال بي، يعني يكون عندنا ا بي بار. دونك غادي نديرو بعدا هنايا، نديرو هنايا زائد ا بي بار، هاد الضرب كاين بيناتهم مزيان. احنا وبالنسبه باردون، وبالنسبه لهنا ليلين اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه كاين عندنا هاد اللين وهاد اللين وهذا وهاد السرطة هو. اوكي وكلهم بدلين، يعني من هنا لهنا تبدل هاد زيرو، هاد دي تبدل. اوكي ومن هنا لهنايا عاوتاني عندنا سي تبدل، يعني دي كيتبدل والسي كيتبدل، تبدلوا بجوجهم. دونك حتى واحد فيهم ما غادي ناخذوه، فهما حيت السي تبدل والدي كيتبدل حتى هو بجوجهم. لو انه كيكون واحد فيهم اللي كيبقى كنا غادي ناخذوه، ساعه كنتلاقاو هنايا بجوجهم كيتبدلوا، دونك ما غناخذو فيهم حتى واحد، اللي غادي ناخذو غير هذا ديال الكولون.
مزيان، نتمنى تكون الفكرة باينة وواضحة إن شاء الله. أوكي، هنايا زائد نشوفو هذا اللي بالأزرق. دابا عندنا سيدي هنايا، عندنا هاد العمود مع هاد العمود، شكون هو اللي كيبقى؟ كنلاحظو هنا أ أ هي اللي كتبقى، وهنا أن زيرو تبدلات. دونك هذا ديال أ ما عندنا ما نديرو بيه، اللي كيهمنا دابا هو هذا ديال بي، حيت فيه أ أ، وهذاك بما أنه فيه أ بي فيه أ، يعني غادي يعطينا بي. مزيان، بالنسبة ليلين كنلاحظو أن عندنا هذا مع هذا جوج سطورة. مزيان، شكون هو اللي كيبقى؟ عندنا زيرو هنا، زيرو وهنا، زيرو هنا، اه اللي كيبقى هو هذا ديال زيرو زيرو، اش ديال من هو؟ ديال دي، بما انه فيه زيرو يعني دي بار. هكا كيفاش كنديرو. اوكي مزيان، اخر حاجة دابا اللي بقات لينا هو الجروب اللي بالاخضر. اشنو غادي نديرو؟ نديرو هنا زائد. اش كنلاحظو هنا بالنسبة للأعمدة؟ كنلاحظو كاين هذا العمود وهذا 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 مجموعين، بما انهم مجموعين باربعة يعني ما كاين حتى واحد فيهم غادي ناخدو، حيت بجوجهم كيتبدلو او بي كيتبدلو، فهم كما قلنا بالنسبة لهذا. بالنسبة لهنا الليلين اش كنلاحظو؟ عندنا واحد اللين يعني واحد السطر، يعني عندنا هذا وهذا ما كيتبدلوش، سي ودي ما كيتبدلوش، يعني غيبقى لينا هنايا بما ان ان ديال السي يعني غيبقى سي، وبما ان زيرو زعما ديال دي يعني غادي تولي دي بار. وهذا اخوتي وحبابي هذا هو الريبونس ديالنا ديال ليكزومبل ولا ديال طابل دو فيريتي الاول. مزيان، بالنسبه للطابل دو فيريتي الثاني ان شاء الله اوكي غنديروا ليه هو لا ميم شوز، غادي نحاولوا نجاوبوا هذه المره بسرعه ان شاء الله. اوكي باش نحاولوا نترينيو، حيت هكا كما قلت لكم في الامتحان، الامتحان كيبغي شويه السرعه، السرعه والاتقان، يعني ماشي السرعه وتخربق، سمعتيني؟ السرعه والاتقان. والله يسر الامور، توكل على الله والله يسر الامور. هنايا اش غادي نديرو؟ بما انه عندنا 16 لين كنديرو طابل دو فيريتي، طابل دو كارنوف فيه 16 خانه. مزيان، كنجيو هنايا في هذا العمود الاول كيكون عندنا خاص ب 00، هنا 01، هاد جوج الاخرين كنقلبوهم كما قلنا ان ان عاد ان زيرو، هنايا عندنا زيرو زيرو، هنا ان زيرو، وهنايا ان ان، وهنايا كنديرو ان زيرو. مزيان، بالنسبة لي فاريابل كنبداو قلنا بالفاريابل فاريابل الكبير، يعني عندنا ا عاد بي، ا عاد بي، عاد هنا كنديرو سي دي. ممتاز، دابا شنو غادي نديرو سيدي؟ غادي نعمرو هاد الدياغرام دو كارنوف. كما قلت لكم غادي نديرو الطريقه ديالنا باش نسربيو، يعني غادي نديرو هذا هذا عاد هذا هذا، هنايا شنو عندنا؟ 0 0 عاد غادي نديرو 0 1، دونك 0 0 عاد غادي نديرو هنا 0 1، فهم؟ بالنسبه لهنايا عندنا سيدي نديرو العمود الثاني، عندنا فيه 0 0 عاد 0 1 عاوتاني. اوكي دونك هنا 0 0 زيرو ان. بالنسبة يا اخي الاخرين عندنا هادو، فهم يعني وصلنا لهنا، عاد غادي نديرو هادو، يعني هنايا هادو غادي نديروهم ديال هاد العمود. شنو عندنا؟ عندنا ان زيرو عاد ان ان، ان زيرو عاد ان ان، راه غير كنحاول نوضح اكثر. اوكي اسمحوا لي الا كنت كنتعطل بعض المرات في شي بارتيات. المهم هنا ان زيرو، هنا ا زيرو عاد ا ا، هنا ا ا، وهكا كنكونو عمرنا سيدنا طابلو دو كارنوف. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو دي جروب، فهم؟ اللي كنلاحظو هنا في دي جروب دائما كنقنصو الجروب اللي كيكون شاد بزاف ديال لي ان، فهم؟ كنلاحظو شنو هنا؟ كنلاحظو كاين عندنا الجروب الاول مكون من أربعة ديال لي أن. كنلاحظو السي عاوتاني عندنا هاد الجروب مكون من أربعة ديال لي أن، وكنلاحظو عاوتاني شنو؟ كنلاحظو هاد جوج ديال لي أن عم نقدرو يتجمعو، ولا هادو زعما البيت نقصد، هاد جوج ديال لي أن عم نقدرو يتجمعو،
بين الفكره اش بغيت نقول، يعني ان هاد جوج اما غيكونوا بوحدهم اما غنديروا ديك التكنيك ديال الحنش. اوكي، يعني هذا يقدر يجي ويتجمع مع هاد جوج الاخرين اللي كاينين هنا، داك الشيء اللي غادي نديرو باذن الله. يعني هاد جوج غادي نجمعوهم مع هاد جوج، احنا حصلنا دابا على ثلاثه ديال لي جروب شتو، وكل جروب فيه اربعه ديال لي ان. دابا اش غادي نديرو؟ نجبدو لي زيكواسيون ديالنا. بالنسبه لهذا اللي بالزرق، هاد الجروب اللي بالزرق، اش كنلاحظوا؟ عندنا كاين هاد الكولون مع هاد الكولون، شكون هو اللي كيبقى؟ كنلاحظوا كاين هنا ان ان هو اللي كتبقى، هذا ان زيرو ب 3، دونك هذا اللي كيهمنا حنايا ان ان شنو فيه؟ فيه ا، دونك غادي نخليو هنا ا. بالنسبه ليلين عندنا شكون اللي كيبقى؟ كيبقى لينا هنا ان ان هي اللي بقات، وهاد ان زيرو ب 3 تعدي، يعني ان ان ديال من ديال السي، دونك غادي نديرو السي حيت فيها ان. من بعد سيادنا شنو غادي نديرو دابا؟ الجروب اللي فيه بالاخضر. بالنسبة للأعمدة كاينين أربعة ديال الأعمدة هنايا، دونك أو بي دائما كيتبدلو، كنلاحظو هادو كلهم كيتبدلو، أ تبدلات أو بي تبدلات. اللي بقى لينا هنا ديال ليلين، هاد ليلين بما أنه عندنا ليلين واحد يعني ما غيتبدل تا واحد، فهم؟ يعني كيبقى لينا سي حيت فيه واحد، ونضرب في دي حيت فيه واحد، دي تا هو فيه واحد، شتو؟ أوكي. بالنسبة للآخر واحد يبقى لينا، اخر جروب اللي بقى لينا اللي هو دابا الاحمر، اشنو من الكولون هذا اللي حداه العمود اللي حداه شكون هو اللي بقى؟ عندنا هنا ان ان هي اللي بقات، زيرو ولات ان، دونك ان ان ديال ا، دونك غادي نديرو ا حيت فيها، قلنا حيت فيها واحد، مزيان. بالنسبه لليلين السطور عندنا هذا مع هذا، شكون هو اللي كيبقى؟ عندنا زيرو بقات هي زيرو، والزيرو الاخرى ولات ان، دونك زيرو هي زيرو ديال من ديال دي، بما ان فيها زيرو دونك شنو غنديرو؟ دي دي بار. وهذا الخوت هو الريبونس ديالنا ديال هاد التمرين الثاني. يلا خوتي كما كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وما تنساوش عفاكم تضغطوا على لايك اوكي الا فهمتوا هاد التمرين ديالنا. ولا كانت عندكم شي اسئله شي حاجه ما واضحاش خليوها ليا في كومونتير، نحاول نوضحوها باذن الله في شي فيديو، ولا نوضحها لك بار كومونتير. يلا اخوتي شكرا على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله. كان معكم اخوكم الياس موزوني من قناه نيرو اكاديمي، وما توفيقنا الا بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واله الأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.